وللمزيد مشاهدينا من المتابعة والتحليل بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. يعني في البداية وبعد التحية في ختام تداولات الأسبوع، كيف ترين أداء البورصة خلال اليوم؟ مساء الخير يا فندم. هو من واضح جدا ان كان في اول الجلسه المؤشرات في المنطقه الخضراء ثم تباينت ثم انتهت الى المنطقه الحمراء، وده بيرجع الى طبعا المتعاملين عندهم نوع من الحذر والترقب لما سيسفر عنه الفتره القادمه. طبعا احنا عارفين العديد من المحفزات اتخذتها الدوله عشان خاطر تنشيط التداول في البورصه، ولكن يعني جسور التواصل ما بين الاطراف في السوق لم تكتمل بعد. طبعا المتعاملين معترضين لسه على بعض الملفات ومستنيين ان هو يتم البت فيها والنظر فيها، بس هي المشكله ان موضوع البورصه ما بيحتاجش الى تداول وبيحتاج الى لجان، ده بيحتاج الى بث سريع وفوري وقاطع لتاثر طبعا رؤوس الاموال المستثمره، واحنا عارفين ان العديد من المتعاملين في الفتره اللي فاتت كانوا محققين خسائر، عشان كده اتخذت هذه الاجراءات التحفيزيه. طبعا متعاملين الافراد في الفتره الحاليه هم مترقبين بسبب ان هم كان في مبيعات مكثفه الفتره اللي فاتت وجزء كبير جدا من استثماراتهم يعتبر يعني انخفض، فعشان خاطر يعيدوا القارة مرة أخرى لازم يبقى في محفز قوي يضمن ليهم العودة إلى السوق وتعويض كل خسائرهم اللي منيوا بيها الفترة اللي فاتت، لأنها تعتبر خسائر عميقة جدا. طبعا بنتوقع في الأسبوع القادم برضه هيبقى الوتيرة على ما هي عليها، إلا لو تم يعني البت في إرضاء المتعاملين وضخ صورة قوية من قبل المؤسسات تدعم كافة المؤشرات، لأن المؤشرات في الوقت الحالي تعتبر في أسعار متدنية جدا وفيها فرص جيدة جدا للاستثمار، ولكن بسبب جفاف الاستثمارات عند المتعاملين الأفراد وهم يعني مش قادرين إن هم يعملوا مراكز جديدة ولا قادرين إن هم يكونوا قوة شرائية تنهض بالمؤشرات مرة تانية زي ما كانوا متزعمين إن هم ينهضوا بالمؤشرات في شهر أغسطس. شكرا على هذا التحليل أستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.